صباح الخير. النهارده عندنا كذا حاله طول اليوم، هنوريكم وهنمشي ستيب باي ستيب في ستاندرد سليف جاستركتومي. عندنا لونج ليست توداي. I will walk you through كل ستيب في البروسيجر، how to handle the stapler, how to dissect the tissues, tips and tricks, and how to achieve the best sleeve or ideal sleeve as much as possible. قبل ما ابتدي، احنا طبعا كلنا عايشين في اجواء جديده ووضع جديد، فهدفي برضو ان احنا we'll go over the البروتوكول بتاعنا اللي العالم كله بدا يلجا له في مواجهه الكورونا، ازاي نقلل the problem of infection with the corona. The risk مش بس to the patient, it is to the OR staff, surgical team, ward, and the family members اللي هيبقوا معانا. طبعا في الايكويجن الكبيره دي كلها the most person we're concerned about هو the patient himself. Reported mortality rate ranging from 40 to 60% if the patient had a COVID and had any procedure. One paper out of a Cleveland clinic where in collaboration with Iran, where Iran was heavily infected with corona at the beginning of the year, reported 65% mortality in patients who are going to do general surgery, laparoscopic cholecystectomy, hernia surgery, and bariatric surgery, two cases of bariatric surgery. So it reported four cases unexpected mortality, and they were found to be COVID positive. في كلام كتير قوي على precautions والprocedures which daily updated. احنا اول ما نزل الguidelines والinstructions من كل الgeneral surgery societies كان قالوا stop the procedure, stop the surgery. Right now بنبتدي restarting the program تاني بس with يعني certain precautions. أهم precautions بنتكلم دلوقتي على PPE. The problem with laparoscopic surgery إن زي حالة النهاردة إحنا خايفين من إن يكون في coronavirus isolation من peritoneal fluid. And this was only reported in one paper out of Italy. This was long time ago. لقوا إن هم isolated مش coronavirus كان وقتها HPV virus. ف this is raised the risk إن إحنا هل إحنا exposed هل كل الـ OR staff أثناء العملية مع تشغيل الانسفليتر والنفخ البط كل ده ممكن يطلع infection، هل ده ممكن يأثر على الناس؟ فابتدينا ناخد البريكوشن بداية من فول بي بي، وفعلا ابتدينا من شهر الكلام ده فول بي بي، من أول اللبس كله، أنواع الماسك الريجولار سيرجيكال ماسك، الـ N95 بالفلتر، and الـ eye protection. So we're currently using all of that. ابتدينا كمان نعمل حاجه زي ما قلت، ممكن احنا خايفين يطلع من البيرنيو فلود او من الجاز سيستم من الانسفليتر، فكان الجنرال ريكومنديشن بتاع السوسايتيز ان احنا نستخدم انسفليترز اللي هي عندها تو واي سيستم. في انسفليترز زي نوع اسمه اير سيل تنتجه شركه معينه، بيعمل انفلو واوت فلو. الاوت فلو بيبقى جايدد ثرو ذا تيوبنج سيستم، ما بيطلعش في الاوضه. احنا في الريجولار انسفليترز اللي هي موجوده تقريبا 100% من مستشفيات مصر ما فيهاش السيستم ده، فبنعمل ايه؟ بنفتح الفالف، الهواء بيطلع. طب وات اف ذير واز كورونا فايروس؟ فا ات ذيس بوينت ابتدينا نلجا لحاجه. ريجولار فلتر. ذيس فلتر جوه زي ما انتم شايفين هنا بنستخدمه، التخدير كده كده بيستخدمه، اتس اوريدي افيلبل. لو شفت الناحيه دي هتلاقي على جهاز الفنتليتر بيبقى موجود متركب جاهز. فبدانا نلجا ليه نستخدمه عشان نقلل الريسك. فا اي ويل كونكت از يو ويل سي this suction will filter directly into the tube system اللي في المستشفى من التروكر، عشان بحيث لما احب افضي evacuate smoke او at the end of the operation لما بن evacuate البطن خالص make sure ان كله طالع في الفلتر، كله in a closed system minimize the risk. However, having said that, في recent two papers في المونترين في Annals of Surgery اتكلمت ان هم عملوا swabs وعملوا tests للبيريتونيوم والبيريتونيوم فلويدز، لغايه دلوقتي it was never isolated in corona patients, never isolated. ف it is a theory, we're not sure if it's there or not. فاحسن حاجه نعمل ايه؟ we assume it is a risk فبناخد extra precaution. بس ف we'll start هنوريكم خطوه بخطوه ونتكلم على العمليه بالترتيب. اوكي، مش بس البريكوشنز اللي بنعملها inside the OR, it's everywhere, it has to do with the circulation of the patients. ايه البوليسي اند بروسيجرز اللي حاطينها عشان نمينيمايز ذا ريسك اوف كورونا انفكشن؟ نمبر 1، من اول ذا بيشنت فروم preparation اند لاب ورك اب قبل العمليه، في شويه لاب سيتس بنعملها
it's predicted it can have. في كلام ممكن نعمل swab test برضو في surgery and antibody test. كل ده لسه under investigation. Problem في الحاجات دي ان sensitivity بتاعتها قليلة. يعني بنتكلم swab test 50 to 60%. It has after 2 to 3 days لو طلعت negative لازم نعيدها تاني لان ممكن تكون still positive. ال antibody test برضو still sensitivity varying ما بين people and research. So it's not totally accurate but it's sort of a guide. طب بنعتمد حاليا اكتر على ال white cell count. نتكلم على الليمفوبينيا نتكلم على شويه انفلاماتوري ماركرز زي الاي اس ار والسي ار بي 13 has been strongly correlated مع كورونا انفكشن and definitely a chest x-ray possibly a CT scan if needed. Definitely اي patient قبل ما نخش their temperature is checked. السيركيليشن بتاعهم مهم جدا جوه المستشفى يعني واول ما بيخش مفيش wait time خالص في reception. يطلع البيشنت على طول تو هيز روم، البيبر ورك كله بيخلص من تحت من بدون وجود البيشنت، البيشنت لازم يبقى معاه اونلي ون بيرسون مرافقين بنقللها على قد ما نقدر، ساعات بنبريفير المرافقه ما جاتش زيارات ممنوعه خالص. بعد كده الورد نفسه بيبقى ون نيرس ريسبونسبل فور ون بيشنت بير شيفت طول الوقت ويرنج ذا ماسك سيرجيكال اور ان 95. البيشنت طول ما هو بيتحرك جوه المستشفى is wearing a mask. حتى لما encourage الambulation يتحرك كل ده. السيركيليشن بتاع البيشنت ما بين الاور نازل اور ريكفري روم تروح كل ده with limiting to one patient to minimize the risk as much as possible. زي ما قلت اهم حد بالنسبه لنا في الايكويشن دي كلها هو this patient we are يعني مش عاوزين اي morbidity زياده فاحنا مش في غنى. هنبتدي ونريكم نحطهم في هنبتدي اهم حاجه طبعا قبل ما ابتدي البوزيشن بتاع البيشنت زي ما احنا شايفين سوباين سبريت ليج بوزيشن ريفرس رندر بيرك حوالي 45 degrees. اول خطوه هي النيموفرتينيم استابلشنج النيموفرتينيم استابلشنج النيموفرتينيم وذ كلوز نيموفرتينيم تكنيك يوزنج الاوبتيكال بوك زي ما احنا شايفين دكتور حاتم بيخش اول ما بتحط العدسه جوه التروكر بنستخدم تروكر 12 ملي اوبتيكال اكسل بتظبط الفوكس على التيب وريهم وريهم دكتور حاتم لما تبقى مش ظابط على التيب خلاص كده الفوكس لما يبقى مش مظبوط شايف انا محتاج اشوف التيب هي الموست فوكس بارت هو على صباعه بيبقى شايف ويظبط كده يور ريدي هنبتدي العدسه جوه التروكر بوزيشن والماسكه كده تبقى دايما في سيفتي جارد الفينجر تيب طالع لقدام This is the proper way طبعا الاسهل ان انا اخش كده مره واحده ده كده بيبقى ليك كنترول اكتر على التروكر ما تحصلش اوفر شوتنج وتخش الانجليشن ديبيندز السايت اللي هتخش فيه هدفي ان انا اخش طبعا 90 ديجريز ونطلع على السكرين لو طلعت على السكرين شايف المومنت من بره الاول بلف يمين شمال الابدومنز الفيرجن ابدومن يعني زي الليدي دي ذيس از 23 years old baby never been pregnant مش عامله اي عمليات بتبقى الابدومن انشف شويه المهم بخش لاير باي لاير لغايه لما اوصل شايفين الوايت جيل ده؟ ذيس از البيريتونيوم واللي جوه الانترا بيريتونيوم فات دايما مسكونسبشن الناس تبقى فاكره الفات الاكسترا بيريتونيوم هو ده ويفتكر نفسه دخل يلاقي هو لسه بره اصلا بس انا كده الريم ده بياكد لي برفع الابدومن من بره وجرادولي جوينج ان واحده واحده النايس تريك ان انا بعد كده بلف واشوف ابيض اول ما اشوف ابيض يبقى انا جوه شمالي فات يعني جوه الانترا بيرتونيوم والابيض ده بره خالص كان انا مش عديت البيرتونيوم ان انا مش هنفخ بره كده بس ننفخ بليز شايفين الابيض ده البيرتونيوم تحت الفات انا جوه من اهم البريكوشنز ان التخدير لازم يبقى حاطط نيزو جاستريك او كالبريشن تيوب من الاول عشان يديفليت الستومك بتقلل اي كومبليكيشن في اي فورجات سيرجي او ابر ابدومين سيرجي نيزو جاستريك از مانداتري. هاويفر لو عيان عامل بارياتك سيرجي مثلا جاي عامل سليب او باي باس نيفر بلايند نيزو جاستريك تيوب بليسمنت يعني جاي مثلا يعمل مراره 30% منهم بيعمل مراره ما ينفعش انت دكتور التخدير يحطها بلايند لان it has been reported ان ممكن forceful insertion with nasal gastric tube يعمل perforation في الصدر. اول تروكر بنحطه حوالي 1 hand breadth من الديفويد بروسيس
فدي تقريبا هي دي البوزيشن بتاعها. بس عارف في الناس اللي هم النارو كوست المارجن زي ما انتم شايفين بنزل بالفتحه لتحت شويه, انا ليتل بيت تو ذا رايت, ف ايديالي ممكن احطها هنا. بس انا ذس بيشنت فروم ا كوزمتيك بوينت اوف فيو حطيتها في الامبليكس عشان امينيمايز ذا سكار سبايك. فات از ان اوبشن از لونج الفيو, بص الفيو جوه نوت كومبرومايز, انا شايف كل حاجه. فبالنسبه لي ده ايديال. سلاندر ستيف 5 بروبر تكنيك, عملنا 3 و 2 و 1, بس انا بتكلم على الستاندرد سليف اسبايك. وي نيد ا 5 مليمتر فورت فور ليفر ريتراكشن. التروكر 5, وانت بتحط التروكر ده بص جوه لازم نخلي بالنا ما نخشش في الليفر. This patient has a medium size, medium to large size liver. Please very careful. زي ما قلت virgin abdomen, no never been pregnant, بتبقى ناشفه المين patients, very tough. فتيجي تتعافى عليها جامد مره واحده من داخل منك معور الليفر. فيو هاف تو بي فيري كيرفول. دخلت هاتي نحرك النيزو جاست شويه. دلوقتي حطيت الليفر تراك, هحط اثنين وركينج بوينت دلوقتي وي 1 اسيستنت. يبقى عاوز ايدي اليمين وايدي الشمال يخشوا دلوقتي, هحطهم فين بالظبط؟ هو ده اللي هنحدده. هنحدده ازاي؟ انا المفروض الرايت وركينج هاند في النفس لافيكولار لاين تحت حوالي 2 او 3 فينجرز من الكوست المارجن. مش بس اوتسايد لاند مارك, انا عاوز انسايد لاند مارك. فانا هدفي ان انا الانجليشن زي ما انتم شايفين ابقى راكب على الستومك. انا اخدت 2 فينجرز وحطيتها في السب بوينت فوق في الازم. لو اخدت 2 فينجرز وحطيتها سب كوستر هبقى عالي قوي. بص جوه شايف انا اتاكينج فوق, انا عاوز انزل عند اللفه بتاعت الجريتر كيرفج. فديس از ايديال. وهتلاقي فعلا لو فاكرين محاضره الارجونومكس بنخلي دي سي شيب, اي وايد انجل. ديس از ايديال ديس بوزيشن. ده هنحط 12. اجين نازل 90 درجه. بس ده المكان اللي انا كنت عاوزه, هو ده اللي بيأتي. احط ان اسيستنت بورت, بنزل عند الكوستال مارجن, ببقى فيري كيرفول ان انا ما اخشش في السب كوستال ارتري او السب كوستال مارجن. مسافه كويسه يوجولي برضو عند اللور ليفل اوف ذا ستومك, عشان لما الاسيستنت شغال يبقى طول الوقت قالته كده, مش بيضطر يتقلب المشقلب, بيبقى عنده اب سايد فيو. ده بورت 5 مللي, وي دونت نيد مور ذان ذات. ذا ريزن ان احنا بنستخدم 2 12 عشان التربيسه تعدي. فاحنا جزء من التربيس بيبقى شايفين الدكتور حازم ازاي بيساعد عشان يبعد الفات ونقدر نخش سيفلي اندر فيل. دكتور مينا لما نيجي عند ليفت وركينج هاند, الرايت لوب ليفر دايما بيبقى اوطى, ولو بالكي زي ده يو هاف تو بي فيري كير. فتقريبا عند نفس اللاين بقدر احطه وبعدها اكوردنج تو ذا جول بلادر والليفر احطه 5 مليمتر. رايي ان ذا بيجيننج اوف يور براكتس تستخدم ده 10 مليمتر او 12 مليمتر, هيسهل عليك خطوات في العمليه. بس احنا يعني انا مش عاوز اقول لكم انا ساعات بنشتغل بواحد بس 12, ولكن انا بحاول اقول لكم الستاندرد الايزير واي عشان يوم ما تحتاج تدخل اله او تسحب ابره او عاوز تدخل دباسه يبقى عندك كذا مكان تخش منه عكس. مش هتفرق قوي في السكارز, شايفين زي ما بقول لكم بتبقى الابدومن طف. ودايما بقول حطه البورت ملهاش قوه ثابته, زي ما قلت في الاول تعتمد مين بيشنت ولا لا, في مين بيشنت عندها مالتيبل بريجنسي ولا لا, عامله previous surgeries or not. Yeah, it's a big science. أول خطوة في السليف بنبص على الهيتس, أول حاجة نشوف فيه هيتل هرنيا. It looks competent, there's definitely no hiatal hernia, بس بعض الناس بيبقى عندهم شوية weakness. We take that into consideration.
ممكن يشيل من الجراسيك خالص. هتبقى عباره عن موبيلايزيشن اوف ذا جريتر كيرف. هدفي ان انا اشتغل على الجريت كده خالص. دخلت الليسر كيرف نبتدي ديسكشن اول ذا واي اب. احنا we're preserving the vessels, the greater vessels, the gastrofluid vessels. ولو هتشوفوهم لو فرقنا كويس لو في good retraction حلوة اللي نتعلمها عن retraction زي ما قلت ده الميجر بس الرايت والليفت gastrofluid وطالع منهم زي ما انتم شايفين هنا برانشز صغيرة داخل الستمك فوي ستيك تو ذا ستمك. لو في poor retraction شايف ده دلوقتي انا كده دلوقتي تقريبا هضربه لكن لما هو ياخد شايف 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 قد ايه لما عمل good retraction بقينا شغالين على small vessels في الستمك. For liver retraction, عادة في standard liver retraction مخصوص معمول اسمه latent retractor شكله حرف S كده أكيد شفتوه في فيديوهات قبل كده. احنا لقينا إن replacing this with an instrument بتاخد يعني آلة ببلاش ايد زيادة في العملية فزي ما انتم شايفين بالايد الليفر تراكشن قادر يرفع الستومك وفي نفس الوقت يعمل ليفر تراكشن فعامل دبل اكشن. فطبعا في الحالات دي حالة بي ام اي 45 فافريج بي ام اي حالات الكبيرة الليفر هيوج ديفينتلي ويل هيلب اند سيرف ا بيج بيربز. زي ما انتم شايفين انا هدفي ان انا اشتغل على السمول فيسلز دي ما نخشش في المين بس لانه لو دخلت انت بتديفاسكلايز حاجه ملهاش لازمه في نفس الوقت ممكن يحصل لك بليدنج اكتر. سبلين بدا يبان يعني كده احنا بدانا نخش على الشورت كاستكس. دلوقتي مهم قوي ان احنا نقلب المعده كويس في دكتور مينا قلب الدنيا خالص عشان ابقى عندي جود اكس كده بقدر اشوف كل حاجه فول فيجواليزيشن. الحته دي بيبقى زي ويمكن في الحاله دي الشورت جاستك يبقى فيري شورت وستيكنج للستمك ف وي تراي تو فيجواليز از ماتش از وي كان. ارجع ورا فكده وي هاف فول كنترول. نبص ايه اللي ماسكنا هنا وهنا نبتدي ممكن نخلص البيت الاول. Slow dissection, parallel vessel. You have to be very careful not to injure the spleen itself. فلما تكون في حته صعبه كده بتسمع حاجه ايوه انا شايف التو ايدجز بتوع الانسترومنت بتاعي اقدر احرق. If you're concerned about any step, pause, achieve proper retraction, هتبقى احسن. حتى لسه كنت بقول لكم ان ممكن يبقى في سبلين يبقى شورت جاستريك مسافه طويله قوي وبعيد عن بعض ده مش وحش قوي بس من السبلينز اللي لازقه سنه في الشطار. فانت لازم تبقى يعني تريند انا جريدي تو ادابت لاي شورت جاستريك تقابله اي انوماليز ممكن تقابلها. خلصنا انتيريور كل خطوه بتفك في الخطوه اللي بعدها. ساعات بيبقى بوريهم دكتور حاتم كان بيقول لي دلوقتي خلينا نخلص تحت ساعات بيبقى فيه ارجع اقول كده زي ما احنا ثابتين
ساعات بيبقى فيه زي ده هنخلصها دلوقتي البوستيريور جاستيك اديجن بتمنع ان دكتور مينا يقلب الستومك توتالي من الناحيه دي فلازم تفكها كويس قوي عشان تعرف تسلم بس شايفين هنا انها فيري لوس ومش مضايقاني بس تاني لما تحس ان حتى الفيجواليزيشن بتاعك وحش انت عارف تعمل قلب الستومك كويس زي شوف البانكريس راح ازاي معاك في الحاله دي انزل اشتغل تحت خلص تحت اشتغل في حته ثانيه هتفتح لك الحته اللي كانت مقفوله معاك هنا شايفين بدأ الحتة دي ما كانتش باينة لما فكينا فوق بدأت تبان هنا الكومن فيسل البوستيريور جاستيك فيسل البوستيريور جاستيك فيسل this is a vessel coming out from many many parts usually most commonly from the splenic vessel but this can be one of them at the beginning of your career نتمنى ان انت يعني لو انت شاكك في vessel خلصت الشورت جاستيك في vessel قاعد هنا في بس داخل هنا في الستومك make sure it's not the left gastric وريهم الدكتور حاتم بالمرة this is the left gastric هيبان كمان شوية وانا بنعمل اوعى تضرب ده وتقول عليه بوست بيصير جاستر فلو انت شاكك انا I was sure خلاص عارف ان هو ده بيصير جاستر لو شاكك فرمل ارجع خطوة لورا وري شوف اللفت جاستر قبل ما تضرب اي unnamed vessel by the way الفيسل ده مره شفناه خرطوم كبير قد السبانيك ارتري نفسه ف in some patients خصوصا main patients high BMI ساعات بيبقى كبير احسن حق يعني انا بحب الجراحه لانها البلين اوف ديسكشن ورينا حاجه دي البلين اوف ديسكشن از ان اريا بتوين تو لايرز اتس توتال دايما يوجوالي اتس اي فاسكولار وفيها شايفين الرئات بيسموها الانجل هير اللي هي الرئات الرفيعه دي معنى كده يور ان ذا بيرفكت بلين مش رايت بلين بس بيرفكت بلين يو جو كومبليتلي اي فاسكولار يبقى انت في البلين اللي انا عاوز افصل فعلا الستومك عن السبلين الشورت جاستيك مش معبالنا اي فاسل بي كيرفول ات ذيس بوينت اللي هي ناروس شورت جاستيك انك ما تعورش لا السبلين ولا الشورت كومبليت فيجواليزيشن اوف ذا ليفت كروس بيطمنا ان احنا ماشيين صح ازاي قد ايه من left cross اعمل dissection enough ان انا ابقى شايف ده الانفيريور فرينك بس شايفينه لازم يبقى فيه حوالي سنتي ناحيته وكومنلي بيبقى طالع منه برانش مدي الستومك بنسميه تويج صغير اللي هو ده شايفينه في بعض الجراحين ما بيحبوش يفصلوه احنا بنفصله تقريبا ان 100% of our patients بتموبلايز شايفين قد ايه ده شايف فندس ريدندنت ازاي when you mobilize this تقدر تشيل فندس اكتر واللي هي من اهم الخطوات في العمليه في شوية branches هنا هنموبلايز ايوه دكتور حاتم لقط حاجة مهمة قوي commonly ارجع وريهم البانكيس الأول ده ايه؟ ده البانكيس بص يعني ده البانكيس شايفين؟ موبيليتد اللون بتاعه الأصفر الكلاسيك شيب اوف ذا بانكيس لو طلعت لقيت بانكيس عند الليفت كروس اعرف ان ده مش بانكيس This is your suprarenal And the suprarenal gland, suprarenal is notoriously very bloody and vascular. Now, if you enter the plane wrong, you will experience a lot of oozing, bleeding, hydatia طول العملية. So be careful, try to stay away. شوف حتى أنا مش هعمل dissection, هعمل good retraction قبل ما أعمل re-dissection. طويلة. طويلة. شايفين الماجيك بتاع الليفر تراكشن ده بيخليك تشوف كل حاجه. هنيجي هنا شوف لما عملنا جود ريتراكشن فين السوبرارينال وقعت شايفين وقعت ازاي؟ بعدت عننا خالص. فجود ريتراكشن هو از كي. ادي الفيسل اللي انا بتكلم عليه اهو عديته كنترول ذس سكت. If you're too aggressive هنا ممكن تشيل البريتونيال لاير بتاع الكروس مش عاوزين الحكايه دي بعد ما نقدر نبقى ايوه الله ينور بس الحته دي ايه فاسكولار دايما اي موبت كده فمجرد بزق اللوس اريا تيشرت كده خلاص فوق نعمل نقلب نرجع تاني كده انا خلصت كل الجريتر كيرف فاضل الفري نوس اوف جيل ليجمنت ريموبلايز
وبعض الحالات اللي ببقى شاكك ان في عندها ويك هايتس اي دونت اكسسيفلي موبيلايز. ولكن هدفني من الموبيلايزيشن ايه؟ هدفي ان انا اي كومبليتلي ليبريت الفندس بحيث ان انا يبقى عندي full visualization of the left cross all the way down to the angle زي ما احنا شايفين هنا. نفس الوقت لما هقلب كده هيبقى معايا totally معايا الangle of this. This is the angle of this. يعني ممكن حتى دي كمان تتفاق عشان اقدر اليبريت الاسوفيجيال فات فات اللي هي اصلا مغطية الangle of this. كده خلصنا فوق. ممكن يبقى انا نشيل الفات فات هنعملها كمل موبيلايزيشن داون هنكمل لغاية 1 سنتيمتر أو 2 سنتيمتر من الـ من البايلورس. برجع تاني ده الجريتر فيسل أنا عاوز موبيلايز أونلي ذا سمول فيسل. بدأنا نقرب من البايلورس حواليكوا يعني الديودنم. This is the pylorus. سيب كونتراكشن ده يبقى ده الديودنم. This is the stomach. قد ايه بنسيب من الانترم؟ It's acceptable now to leave between 3 to 4, 4 to 5, 2 to 4 ده الافرج قد ايه انترم. في schools and research بيتكلم على ان radical resection كتير ده بيقلل الايفاكويشن وفي schools تقول لك لا سيب انترم اكتر عشان نقلل البريشر ويوم الاسيديتي والفلكس يقلوا. Nothing is conclusive, nothing is proven 100%. فا السل يعني في طي الابحاث لسه. This is posterior gastric adhesions. We want to make sure ان احنا هنا very common mistake ان ممكن تخش جوه الميزوكولر. So you have to be very careful. اتأكد ان الخرم ده مش ميزوكولون. ايه اللي مأكد لي ان انا لو ده كان الخرم ميزوكولون كان زماني شفت هنا انتستن عطول. ارجع ورا ده يعني لو عملت خرم هنا مفروض اهو بص فين ده الانتستن. لا رايح مين ده is intestine او ممكن يبقى الثيرد بارت او فورث بارت جديد. فكده تعرف ان انت خرمت الميزوكولون مش المفروض تخرمه. لو خرمته لازم تقفله. هنا انا شايف ورا الخرم ايه البانكريس فمعنى كده ان ده مش الميزوكولون. اوكي It's quite common for severely obese patient. ممكن نخش فيها. كل حكاية recognize it, avoid injury to the bowel and close it to avoid the risk of internal hemorrhage. Posterior adhesion mobilization. ليه نعمل لها mobilization؟ عشان أنا عاوز a free stomach أقصى حاجة عشان أقدر أعمل resection without any tension. يعني لما أعمل mobilization للانترم يبقى انا هعمل radical anterectomy هشيل الانترم كويس. نخلص اللي جوه. ففي ناس ما بتحبش تموبيلايز اجان. كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. فانا كنت بقول الميزه بتاعتها عيبها انك برضه بتريموف الناتشرال فيكسيشن ميكانيزم بتاع الستومك. فهل ممكن يبقى لايبل تو مايجريشن لايبل للتويست كينكينج وهكذا. بصوا قد ايه احنا سايبين تقريبا سنتي من الجبينه. فديس از انف ستيبلر وبي ابلايد هير. الفيسل ده لازم يعني اعمل حساب ان انت لما تحط الدباسه ما تعورش الفيسل ده لانه هينزل. فدايما موبيلايز سنه اكتر من مكان ما هتدبس سنه صغيره. بوستيريا اديشن كده وبوستيريا جاستيك. البوستيريا جاستيك اديشن بتختلف من عيان لاخر. شايفين ذيس از ذا ليفت جاستيك عليه الامتحانات حتى فايت البوستيريا ديجن مش هتضايقنا. ليفت كروس الترينجل ده از ا ساين اوف كومبليت موبيلايزيشن اوف ذا ستومك. فكده اتس مور ذان انف اللي اتمنى. شوف الفات فات خلي بالك يا اوكي اف اتس سمول وي دونت ريموف. دكتور إيهاب هيخش بالكاليبريشن دلوقتي. كاليبريشن ديسك يعني شوف هو قال حاجه كمان مهمه دلوقتي. بيدي ماسل ريلاكسن ايميديتلي بيفور تدخيل الكاليبريشن. ليه؟ لان يوجوالي الجاج ريفلكس
faster stimulated بعد العمل وسط العملية فممكن العام commonly this is out of experience يرجع ويبتدي يحصل فبين بيبتدي preemptive دي على طول بنديهم relaxation. The calibration tube can be can cause complications so it has to be in experienced hands under vision complete visualization we carefully inserted. Complication has been reported as esophageal perforation, some perforation. Now we're fortunate we haven't seen it and hopefully we won't see it. Okay, for example, they graduate there on the vision of what's for the screen. We push right to the end of the thumbs. We also write a greater curve. بعد كده قبلها بسنة عشان تبتدي الف وخش جوه الدنيا. ساعات بيبقى بعض الناس عندهم كومبتيت بايلورس مش هتعدي ما بتعديش. فات ذيس بوينت دونت ستراجل ما تقعدش ستراجل ما تدخلها بالعقل. هنسحب نخليها على الناس الكبر الثانية. شايف الستومك جاتس انجري اند كونتراكت شايفين الخط الابيض دي مش عاجبها اللي بيحصل فمش ما تعفرش معاها مش لازم تزقها بالعقل. مين بيشنتس يعني السباستيك بايلورس دي فاريبل من حد لحد بس بعض البيشنت مش هتخش بس انا اتليست 70% بقدر ادخلها جوه دي فينا. بتسهل لي الاكسس بتثبتها في مكانها جوه عشان لما اخش بقى اوكي العمليه كلها كل البرياتيك سيرجي بيدور ويلف حوالين البروبر يوز اوف ستيبلز. ستيبلز هاف ديفرنت براندز ديفرنت جينيريشنز واو الموست كومنلي افيلبل جينيريشن من ذس كومباني جونسون اند جونسون هي الاشمن فلكس في باور دلوقتي افيلبل في مصر بقى فدي الموست كومن جنريشن افيلبل دلوقتي حالا الاشمن فلكس لازم ابقى عارف كل الزراير بتعمل ايه. This is for closing. This is for firing. This is for after firing, open. اسمها اشمن فلكس الاولد جنريشن ما كانش بيحصل لهم فلكشن دي بقدر افلكس يمين وشمال ثلاث درجات ازاي عن طريق بريليس اللوك اللي هنا اعمل فلكس ارجع اللوك تفضل فلكس زي ما انا عايز. عاوز ابغي فلكس اعمل ايه؟ هدوس هنا وراجع اوكي؟ لو حصل اي بروبلم الزرار ده فور ترابل شوتنج لو انت بسط فيها مشكله مش بيرجع مش عارف تفتحها مش عارف تعمل اي حاجه بتنزل الزرار الازرق ده الاحمر ده عشان خاطر ترجع السكينه تقدر تفتح الفلكس. او بنستخدمه في حالات الباي باس لو انا مش عاوز اضرب 60 سنتي عاوز اضرب نص المسافه او ربعها او يعني تلتنا اللي هي 45 سنتي فبضرب نص السكه بس وبرجع اسحب السكه. ممكن غير اول غير تستخدمه ايه؟ ماي بروتوكول بنمشي على الجرين لود. ليه بنعمل جرين لود؟ الهدف ان لما بنعمل راديكال انتراكتومي انت في الثيكر بارت اوف ذا انترو فمحتاج كنا زمان بنستخدم الجوم يعني كنا بنعمل الانترنت 6 سم دلوقتي بنعمله زي ما قلت من 2 ل 4 سم فمحتاج التيكر رو ساعات كمان ممكن نستخدم البلاك. ازاي بنركبها؟ مهمه قوي قوي يور نيرس تبقى عارفه ازاي تركبها من بدايه الحته اللي جوه بعد كده الحته اللي فوق لغايه لما اسمع الكلام بشيل السيفتي فين اند اتس ريدي. بطلب منهم بعد ما يركبوه يجيبوا لي زي ما هو كده وساعات انا اللي بطلب اشيله الحته السيفتي بالك بتاعتك. البيج بروبلم لو اديهولك مقفول اي حد لبس دي انت بتعمل بارشل فايرنج. بارشل فايرنج مش هتاخد بالك هتخش تيجي تضرب هتلاقي هيحصل مشكله في الدباسه اللي هيطلع نص الدبابيس وهتحصل مشكله مش هتكمل التدبيس وانت مش عارف وتتعافى عليها جامد ممكن يحصل بيج بروبلم. بي فيري كير It can happen in the most experienced center. لأن غصب عننا واحنا بنناول الآلات ممكن تتخبط. فكله عارف إن خلي باله من النقطة دي. بس هنشوف لو أخدتوا بالكم إن إحنا طول العملية كان الكاميرا في النص وشغال بإيدي اليمين وإيدي الشمال. دلوقتي الكاميرا اتنقلت للتروكر ده عشان أقدر أشوف الفيو من جانبي أقدر أدبس أخش على الأنتروم وآخد الأنتروم كويس. Another better option وممكن easier for inexperienced assistant surgeon في أول training بتاعهم إن يخلي ده 20. لان انت كده هتخش انت متخيلين الستمك الكيرف بتاعها عامل كده تبقى اسهل له وهو داخل من الجنب هنا وتخلي الكاميرا دايما طول العمليه في النص. Either this or that it's up to you. This is our protocol, this is how we do it.
الغرفه دخلت في اوبن مركب. I'm very careful الحته دي ما ينفعش تبقى مقلوبه كده, يعني لازم البيت كيرف هو اللي داخل في اول الدفعه. هنا بقى بنكالبريت المسافه دي. هنا انا شايف المنظر acceptable بالنسبة لي. قاعد الكالبريشن ابص في التيوب اشوف الانسزورة بعد ما اطمنت مسافة قد ايه من الانتروم, بشوف الانسزورة دي اهم نقطة. بيحصل حالات ممكن يحصل فيها stenosis و narrowing لان this is the narrowest part of the stomach. ف make sure front and back ان الانسزورة وايد. لو خدتوا بالكم هنا عادية وبنوسع سنة هنا صغيرة كده عشان to make الانسزورة وايد enough. Once I'm done نصبر for compression to minimize the risk of bleeding. مش بس compression to minimize the risk of bleeding, انا بدي squeeze time allow time ان يحصل squeezing للjuices اللي جوه الستومك عشان تبقى flattened اقصى حاجة واقدر apply sleeve. بص على الدباسة من بره, هدفي فول سايكل فول سايكل. خلاص 3 فايرز معنى كده الدباسه راحت لغايه جوه. لو قربت هنا هتلاقي في ارقام موجوده مكتوب 3 مينز ان عملت 3 فايرز. اخر فاير معناها انك تسحب السكين كده. انا سحبت السكين وانفتح سلولي ودايما بقول لازم تفتح بالراحه وانت بتفتح دي عشان ما يحصلش سناب اوبننج الانفل الفضي اللي فوق دي تعور او تجرح. تو كنترول البليدنج بنستخدم كليبسات ميديوم لارج تتحط على اول ستيت لاين. عمر عبد دلوقتي اهم حاجه ما بين التدبيس لازم ننضف السكينه, ننضف المنجره بتاعها لان ممكن من اخر ضربه شويه ستيبلز يقعوا في الانجل دي جوه, فلازم يكلينز ات اب كويس. بعد كده بيعمر تاني ريلود ممكن تستخدمه جولد اور بلو. ازاي بحدد؟ حسب احساسي وانا بدبس التيشو. انا وانا كنت بدبس هنا انا جاي لي فيدباك بحس قد ايه تخينه, بحس قد ايه الستومك محتاجه ايه الريلود اللي بعده. انا كنت حاسس انه اكسبتبل فذير فور اي جو فور بلو. فاكرين الانسزوره برضو بحافظ عليها مش عاوز اضيقها. At this point دكتور مينا معايا الكاميرا. At this point دكتور حاتم معايا التين. معايا ماي ليفت ماي بريفيسلي ليفت هاند والليفر ريتراكشن لانه هيبقى ليه دور في الريتراكشن. بحاول اخليها ميه واحده. هدفي ان الستيبل لاين ما يكونش فيه اي زجزاج, ما فيهوش اي مس الاينمنت وواخد المسافه كويس. حلو كده؟ posterior بنبص ورا دايما, بنحب نبص ورا وقدام ممكن يبقى في posterior sagging فكده it looks good. حركة تيوب من فضلك يا دكتورة out and in. بنسحب سنتي واحد صغير يلا تمام تمام لا اصغر ذوقي بقى تاني ده الاخر. تمام شكرا. دلوقتي فعلا وانا بدبس حاسس ان البلو از مور ذان انف.
خلصت قرب الكورنيا هدفي ان نشوف الستيبل لاين ما فيهوش اي بليدنج ما فيهوش اي بروبلم. دلوقتي بنقلب الكاميرا ترجع من النص لان هبتدي ادبس بقى خلاص لفيت في الستومك اللي بالعرض كده هبتدي ادبس كده فكده يبقى انا ماشي كان كونتينيو الستيبلنج كله انا في البيكيني سليب بدبس كله من هنا ليه لان معاك ستيبل فانا ممكن اقلب الستيبل بس خلاص يعني بدل ما انت عندك تروكر 12 وزي ما قلت في البيجنينج اوف يور اكسبيرينس خليها الستاندرد واي ذا ايزي واي ميك ات ايزي اون يور سيلف قدام في يور اكسبيرينس يو كان موديفاي يور بروتوكول زي ما انت عايز. شايفين الشيل اهو دايما ما بين الفايرز بيبقى في ساعات الترابيس اللي انا قلت عليها ممكن تبقى في الدباسه ممكن تبقى هنا برده ما بين الكروس فبيشيلها خالص يخش يعمل بروبر ريتراكشن هعمل بروبر ريتراكشن لو انا في هنا فاير لو في دبابيس المشكله ايه؟ السكينه هتاخدها وهتعمل بروبلم هتعمل هتجري كانها سكينه تزق كل الفاير لجوه تبوظ لك الستيبل لاين. شايفين شايف الدبازه داخله عادل خالص لان ده البوزيشن عشان كده احسن الفايرنج من هنا بس انا ممكن اعمل نفس الانجل دي عن طريق فلكس من النص بس زي ما قلت. This is the standard way of doing it. Okay. بتظبط الكريتر كيرف. مين هتاخد اللي طالع؟ خش ارفع جوه مني. I try to achieve the fundus. انا عارف ان انا مش هضرب الفندس ده لسه في الضربه اللي جايه اللي جوه دي زي ما انتم شايفين بس بتدي لك بريدكشن وفيو كامل لغايه الاخر عشان تبقى عارف ان انت ماشي على خط مظبوط. هدفي ان انا لا شد جامد زي كده جامد ولا ارخي قوي. يبقى التيوب مستريحه ما تبقاش اندر تنشن. I use a 40 French او 38 French بوجي. حركه التيوب بعدين. طبعا احنا بنحرك التيوب عشان هدفنا ان ميك شور ام نوت هاجينج ذا تيوب تو ماتش او انا مش قافل عليها. زق جوه تاني زق جوه تاني بس شكرا. This is very important for you حاجتين قبل ما تفاير كل مره ميك شور ان مفيش اي حاجه ثانيه ممكن يبقى فيه نيزو جاستيك تيوب ممكن يبقى فيه تمبرشر بروب بيحطوه اسوفجيال تمبرشر بروب ناس كتيره they fired على الحاجات دي كلها. It can happen but mistakes can occur. Try to avoid them by taking those precautions. Firing. نفس الخطوة. اوكي الكابشن حلو شايفين الفندس مدلدل ازاي الحته دي؟ الحته دي لو كانت متثبته في البث اللي احنا شفناه اللي هو طالع من الانفيريور فرانك كان لا يمكن تموبيلايز كان لا يمكن تاخدها خالص. فموبيلايزيشن بيساعد انك تاخد مور فندس. شيل اي دبوس. طيب ازرق. طبعا كل ما يطلع فوق خلاص يعني اتس نوت جاستيفايد تاخد جولد بالذات اتليست اخر فايل. في ناس بتحب تاخد اثنين ثلاثة فايرز جولد قبل يبتدوا بالبلو. أنا شايف إن مفيش بليدنج، الفايرنج حاسس إن التيشوز نوت تو تيك أو تو تين فور إت، فالبلو إز أيديال. ديفنتلي ذا لاست فاير، يعني دي أرفع حتة في الحياة. هدفي ان انا اعرف الازرق طالع فين، برضه ممكن ما تخلصش في الفاير ده، بس لو عندي بريدكشن انا رايح فين بالظبط. ورا. شايفين المنظر من ورا ازاي؟ انا كنت بشوف سنترز بره فحتى ما بيبصوش من ورا خالص. It definitely helps give you better view انك شايف
البوستيريور في بوستيريور ساري، في اي تويست، في اي حاجه ولا لا؟ يلا انا ظبطت ورا كويس، هعمل انتيريور اخر تظبيطه. ما تحاولش تغير لا صغير، خليه دايما براحته، ما تحصلش كرامبلينج للتيشو. يعني انت هتبقى عندك احساس انك عاوز تاخد كده اكتر، لا بالعكس خليها مريحه. فده كده اربعة رينوز لغايه دلوقتي، ده الرابع. ده الرابع الافريج، فاحنا ماشيين تمام، احنا كده ده الافريج. الافريج خمسة رينوز، this is the most common number of rinos. لو في اكتر من كده سبعة او ثمانية ده في مشكلة كبيرة، انت ماشي على الجريتر كيرف، يعني باخد مسافة طويلة. فالافريج هو من اربعة اربعة خمسة، ممكن ستة. اوكي، فدايما انت لما توصل حتى دي if you're at the number 4 you're good. دايما وانا بفاير خدت بالك بيقرب عشان نشوف التيشو، عايز اشوف التيشو بيحصل لها ايه، عايز اشوف السكينه جريت ولا لا، عايز اشوف في كرامبلنج، في جوس بيطلع ولا لا. انا شايف خطوه بخطوه السكينه وهي ماشيه. خلصنا تلتينها، جبت الاخاني، اسحب السكينة واطلع بره. لو خدتوا بالكم الستيبل لاين مية واحدة، يعني خط واحد ما فيهوش زجزاجز على قد ما بقى. لا شيل ال يعني 100 بوست، احنا مش شايفين ده بوست، بس الدكتور حتى ما هو وراهولنا، لا ارجع ما توريهولهمش قوي من بعيد، ممكن ما تشوفوش، ساعات يبقى مستخبي قرب، ساعات بيبقى في وسط الفات، فساعات بنعمل ايه، هو شايفه، هو جابه لكم عشان هو عمل زوم ان وظبط الفوكس ووريكم ايه، بس هو ساعات ممكن ما تشوفوش. فمجرد تمسك ماسكه خفيفه ما تدوسش جامد وتسحب هتلاقي حاجه طلعت معاك على طول. فدايما ممكن يكون مستخبي، مش ما دام عينيك ما شفتوش يبقى مش موجود، ممكن يكون مستخبي ورا الفات ورا. يلا ازرق. اخر فايل الخامس، فهو كده هيبقى احنا ماشيين في الاهل. الامبورتنت تريك هنا لما تبقى التيشوز قليله، يعني الجريب بتاع الدباسه بيبقى اقل، الدباسه مش قافله على جزء من الصفام الكبير. رايح شويه معانا هنا الدباسه، ثم ينفر على احسن، ما تبقاش شغاله. بطلب ان يبقى فيه ريتراكشن، وريهم الدكتور هنا هو شارب، انه يبقى فيه ريتراكشن عشان وانا بدبس ما تبقاش الدباسه بتزق التيشوز في نفس الوقت وهي بتقفلها، بتعمل سبايرل عشان ما تجريش، ده الهدف. خصوصا ان ما فيش جريب. جونسون اند جونسون عاملين ريلاتيفلي نيو تكنولوجي في الفتره اللي اسمها الجي اس تي تكنولوجي. فابتديت شفتوا لما جريت سنه ازاي، لولا الدكتور مينا ماسك كان زمانها جريت خالص. انا عاوز بيرفكت فايل. الجي اس تي تكنولوجي فكرتها ان بيبقى الحته دي فيها حته بارزه تمسك التيشو اصلا تمنع الزحلقه. دلوقتي احنا بنعمل سيبر لاين رينفورسمنت. انت كده السليب جاستريكتومي كده خلصت خلاص، بس انا روتيني في 100% of our patients بنعمل سيبر لاين رينفورسمنت with a prolene 3-0. Clinical significance of staple line reinforcement here, according to research, is to minimize the bleeding. But I said to minimize the leaks. However, some reports showed that staple line reinforcement may decrease the incidence of bleeding. ف
فحاجة ما اتفقش مننا 5 minutes يمكن عند ساعات ما proven scientifically proven انها بتقلل bleeding might be one of the factors that decrease the incidence of leaks. So why not do it? ناخد ده 3-0 بروتين ممكن تستخدم اي suture type بس ده out of يعني our experience and this is the best suture as far as handling as far as running حاجات كتير this point لازم نتشيك وانت على التخدير مع التخدير ان لازم ان blood pressure is as high as possible fast طيب احنا شايفين 112 على 57 فاحنا عاوزين نعلى اكتر طبعا بإذن عاوزين نعلى الضغط وتبقى بالعكس انا احب اشوف ان the staple line is active like that الى حد ما it's red if it's too pale اعرف على طول ان blood pressure is low هتبص على ايديك على المونيتور هتلاقي ان الضغط pressure is too low عشان كده مفيش اي oozing the stomach is a very vascular organ and you have to make sure ان ما حصلش big bleeding ولا حاجه he takes up serosal bites والحتة اللي الاقيها narrow or tight I take looser bites الحتة اللي الاقيها wide شوية اخد bigger bites فده another benefit of the suturing شايفين الحته دي مثلا بادي سنه صغيره على فكره دي مش هتيجي نص سنتي في الاول ده عشان ماجنيفايد في اللابروسكوبي بس انا هنا بقدر انا كاليبريت اكتر في سايز اوف ذا ستومك سو انذر بنفيت اوف سوترينج انك بتاخد اكسترا كاليبريشن في بس along the way try to avoid them if it bleeds it's not a big deal no problem مجرد بتمشي بالسوتشر بتقف في options and extend other sutures and they have مش محتاجة follow زي data fix و VLOC can help definitely that's so far out of experience we tried everything and شايفين ده أحسن واحدة the results بتاعتنا very and that's fine the idea لو واخد بالك لو بصيت على البوزيشن بتاع الهول تيم ماي بوزيشن اف زوم اوت كده وتوري البوزيشن بتاعنا المفروض الموست ديفيكولت تاسك اللاباروسكي السوتشر فمطلوب ان انت تبقى مرتاح في احسن بوزيشن لا يكون يور البوز اوفر فلاش ولا يور ريست فيها بندنج فشايف البوزيشن اللي بيخلي الكلام ده مظبوط كذا حاجه البوزيشن اوف ذا تاور بليسمنت اوف تروكرز table position فارتفاع position والانجليشن of the patient كل دول contributing للمنظر النهائي اللي انت شايفينه ان احنا واقفين مرتاحين محدش struggling مش موطي مش عاود ايدي مش راكبه كده فوق فthis is an ideal position you achieve this through the steps اللي احنا قلناها فكل step قلتها كان ليها معنى وليها هدف ان انت بت end up انا لو حطيت تروكر سنه يمين او سنه شمال اقدر اكمل عمليه بس هكملها while I'm struggling. This can be really beneficial if you have a long list, a long day, revision of cases, long procedures. هتساعدك وهتقدر تخلي اليوم يمشي اسهل واسهل.
sub serosa, not full thickness. بعض الريسيرش have shown ان ال full thickness كان بعض الناس تاخد full thickness. Was higher instances of leaks. عشان كده يعني كانوا ايه بيقول لك السوتشنج مش بتحمي ممكن تعمل. As this was one study, small series. Other forms of staple line enforcement, زي السيم جارد والبيولوجيكال ماتيريال بيحطوها. كل الريسيرش كان بيتكلم على bleeding. مفيش حاجة فيهم كانت leaks. One paper, four arm study كانت بتقارن كل حاجة كلهم مع بعض. قالت ان البيولوجيكال ماتيريال was had a lower incidence of leaks. But this paper was funded by the company itself. There is some sort of bias. I'm not saying the research في حاجة. بس يعني لازم تبقى عارف البيبر دي فين معمولة فين ومين الفاندنج وأي كوريشن أو أي conflict of interest ده اللي لازم بنمضي عليه قبل ما نقدم أي paper أو أي research. طيب بناخد السوتشنج لغاية فين؟ أنا لسه كان الدكتور حاتم بيتكلم معايا دلوقتي هنعمل إيه في الحالة دي؟ السوتشنج عادة إحنا ما بنعملش الفول لينث. ليه؟ لأن الحتة اللي تحت اتفقنا إن إحنا بنعملها نارو. الحتة اللي تحت فيها الانسيزورا والأنجلاريس. فأي دونت ونت تو إكسترا نارو إت. يعني مش بعد ما عملت كويس في التدريس أجي أضيقه بالسوتشنج. فوي ستوب أت ذيس بوينت. قبل الانسيزور عندنا حاجات تانية variable from one patient to another شكل الستومك thickness of the stomach أو لو في major vessels زي ما شايفين بص هنا مليانة vessels هنا كتيرة فممكن يكون منها بيجي دكتور حاتم بيقول ان احنا بنقف فين يعني بالظبط بنقف بعد يعني بسيب اول تو فايلنج بسيب اول تو فايلنج واقف يعني اول غيارين بوقف عندنا ادي غيار والتاني تحت واحد اثنين انهي انت بتاخد البايتس لازم تعرف ان السوتشنج كلها في الريست يعني لفه الريست لو في فوكس على ماي ارم ماي ريست كله في الريست عشان ما يبقاش في اي توف فورس على التيشوز وانت مش تروماتيك يعني وانت شغال خلي النيد تخش بالراحه في الكيرفتشر بتاعها في السيركل بتاعها وانت بتشد هنا تشد اكتر في اللونج اند عشان ما يكونش منك شورت اند غالي Once I'm done, you will cut the needle out. Very important step here. لو خدتوا بالكم بنقص اللوف معانا. I've seen one patient in a مؤتمر فالدكتور قصدي عرف حاله ان انتست المره دخلت في اللوف ده اللي احنا قصدي. المهم وانت طالع بالنيدل شايف الكاميرا ازاي جايبه النيدل ان ممكن تيجي هنا شايف بتعلق وانت بتشد جامد ممكن تقوم بريك اوف تروح في الاومنتم ودور عليها وبرده another double checking انها طلعت تشوفها بعينيك قبل ما تسلمها التيب. خلصنا كده بالجزء اللي احنا مش بنخيطه ده بنكفر بالسيشن بالفليكسات.
حتى دي فيها مثلا عند الكاتيتر. بس هنغطي كل دول كليبسات بحيث ان ما يبقاش فيه اي بوينت اوف ليدنج خالص. خلصنا اهو. ده منظر الستومك، شايفين ريلاكس تيوب بانانا شيب، مفيش اي تويست، مفيش انجليشن، مفيش ستيبل لاين، كله وان لاين كفرد كومبليتلي بالسوتشر نص الفوقاني الفتين الفوقانيين. كليبسات ماس باوتش قد ايه، الانترم قد ايه، حوالي 3 سم. فده الافرج اللي احنا بنقول عليه. No bleeding, no oozing, blood pressure is 130. كده انا ام ساتسفايد. بنطلع بالستومك الرايت وركينج بورت. هل نقفل البورت ولا لا؟ يعني انا فيري سيلكتيف. بعض السنترز زي دونت ما بيقفلوش بعد الاكستراكشن، ما بيقفلوهاش خالص. ذا ريزن انك تقفل البورت هي حاجتين. لو عيانه مثلا عندها هيستوري اوف هرنياز، عامله شبكه، فيري ويك ابدومن، او لو في بليدنج. بس هو ده الصح. نوسع سنة الرمونة كده بس تطلع معايا. في be very careful عشان ما تفرقعش. بتشد من ناحية ومن ناحية، ما تشدش من ناحية وبس. slowly عشان ما تطلع خالص. very careful. اوت سن فورت سايت. متاكد ما فيش اي بليدنج، ما فيش اي حاجه. اند ذات ست. اتمنى يكون الفيديو ده ساعدكم. لو عندكم لسه زي ما قلت اسئله سيبوها تحت في اخر الكومنتس. خلصنا الحاله. دايما دلوقتي بقى خلاص المفروض الحاله اللي بعديها هتخش. العادي كنا بنقدر الداون تايم ما بين الحالات قليل جدا، كنا بنقدر يعني حاله بتطلع اوضه تنظف ونبتدي الحاله اللي وراها. لا دلوقتي احنا هنوقف حوالي نص ساعة بحيث ندي وقت الأوضة تتعقم بيبرايزر مخصوص بنستخدمه في الأوضة كـ extra measure to minimize the risk of cross infection. ده الفرق. ده اللي بنعمله دلوقتي. ده الـ precaution والبوليسي بروسيجر اللي بنطبقها. يا رب يحفظ الناس كلها ويا رب تعدي الجائحة دي على خير. وان اكسترا ستيب مهمه برضه انك تتابعها. دايما بقول الستومك اللي طلع بره دي از ا ريفلكشن اوف واتس انسايد. فلو قربت مني كده كمان الستومك زي ما انتم شايفين السايز بتاعها والشيب بتاعها، المنظر البين شيبد وذ بيج فاندس. This is a classic of a complete resection of the fundus. ده منظر الستومك وهو جوه البطن، وده مكان الستيبل لاين. هنبص عليه بس لما بقلبها بوريكم الحته اللي احنا موبلايز. شايفين ده الفيسلز اللي كانت داخله في البوستيريور جاستريك والحته اللي قاعده عند اللفت كروس. ناس كتيره ما بتعملش ديسكشن الحته دي، حتى مسمي الحته دي زي الليفر كير بير اريا اوف ذا ستومك. هي مش ده انا مسميها كده، لكن ملهاش اناتوميك نيم. ذيس اريا بتبقى مستخبى في لوس اريال تيشو. اف يو دونت موبلايز يو وونت تيك اوت ذيس بارت. هتلاقي انك بتدبس كده هنا، هيبقى حته فاندس جوه البيشنت كده، يحصل هاير انسس اوف ريجين. شايفين ستيبل لاين المنظر بتاعها؟ اللاين ستريت، مفيش اي زجزاج، ما تحسش ان في جامبنج اوف فايرز ما بين. يعني شوف دي كروسنج دي كروسنج، مش باين ان هما في اي كروسنج ما بين بعض. فيري سموث فيري لينير. هو ده هدف العمليه، ان انا في الاخر عاوز ذا بيرفكت ستيب. اتمنى ان يكون الفيديو ده بالنسبه لكم مفيد. لو حد عنده اسئله بليز سيبوا الكومنتس كلها والاسئله موجوده تحت، وهنقدر نرد عليكم على اي حاجه انتوا عايزينها. وهنحاول نعمل لكم فيديو ثاني على الباي باس، على البكيني سليف، المراره، الزايده. فان شاء الله مع كل الفاكولتي في اليكسيا نقدر نوريكم فيديوهات اكتر تفيدكم في الفتره اللي احنا فيها. جود لك لكل الناس.